مقدمة إن الناس معرضون لارتكاب الذنوب، ولكن الله تعالى أعطى للناس طرقاً كثيرة لمحو هذه الذنوب بل ورفع درجاتها. يناقش هذا الكتاب القصير حديثاً واحداً للنبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم الموجود في جامع الترمذي برقم 3235، والذي ينصح المسلمين بكيفية محو ذنوبهم ورفع درجاتهم حتى يتمكنوا من تحقيق الأخلاق الحميدة. وجاء في الحديث الموجود في جامع الترمذي برقم 2003 أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أوصى بأن أثقل شيء في الميزان يوم القيامة حسن الخلق، وهي من صفات النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم التي أثنى عليها الله تعالى في سورة القلم الآية 4 من سورة القلم: وإنك لعلى خلق عظيم. ولذلك فمن واجب جميع المسلمين أن يكتسبوا تعاليم القرآن الكريم وسنة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يعملوا بها من أجل تحقيق الأخلاق الحميدة. الوضوء في أوقات الشدة، الإجراء الأخير المذكور في الحديث الرئيسي قيد البحث والذي يمحو الخطايا، هو الوضوء في المواقف الصعبة. الوضوء يمحو الخطايا ينصح به في أحاديث كثيرة، على سبيل المثال حديث موجود في صحيح مسلم برقم 577 ينصح بأن الصغائر تمحى بماء الوضوء. والوضوء في الأحوال الصعبة يشمل تلك المناسبات التي يكره القيام بها، مثلاً إذا أصاب الإنسان مصيبة. إن التحلي بالصبر والوضوء والصلاة بشكل صحيح قد يكون أمراً صعباً. سورة البقرة الآية 153: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. يمكن أن تشمل المواقف الصعبة أداء الوضوء في درجات الحرارة الباردة وعندما يكون الشخص مريضاً، وأي عمل صعب يتم القيام به في سبيل رضوان الله تعالى سيكون له دائماً أجر عظيم. سورة التوبة الآية 120: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا جوع في سبيل الله إلا كتب لهم عمل صالح. هذه نقطة مهمة يجب أن نتذكرها، لأنها ستلهم الإنسان للقيام بالأعمال الصالحة دائماً مهما كانت صعبة. محو الخطايا، وفي حديث في جامع الترمذي برقم 3235 أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بثلاث خصال تمحو الخطايا، وهي المشي إلى المساجد لصلاة الجماعة، والبقاء في المسجد بعد صلاة الجماعة، الانتهاء من الوضوء والوضوء في المواقف الصعبة. بادئ ذي بدء، من المتعارف عليه أن مثل هذه الأعمال تمحو الذنوب الصغيرة فقط دون الكبائر. كبائر الذنوب تحتاج إلى توبة صادقة، وهذا ما أكده القرآن الكريم وأحاديث الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. على سبيل المثال سورة النساء الآية 31: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلاً كريماً. وبالإضافة إلى ذلك، فقد أشار النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في حديث موجود في صحيح مسلم برقم 552 إلى أن الصغائر تمحيها أعمال مثل الصلوات الخمس ولا تمحى الكبائر. والتوبة النصوح تشمل الندم والاستغفار من الله تعالى ومن ظلمهم، والوعد الثابت بعدم تكرار نفس الذنب أو مثله مرة أخرى، وتعويض من انتهك من حقوق لله تعالى والناس. إطعام المحتاجين أول عمل ورد في الحديث الرئيسي الذي فيه رفع درجة المسلم هو إطعام الآخرين. إن تقديم الطعام للآخرين هو عمل خاص جداً، وعندما يتم إخلاصه لوجه الله تعالى يحصل على أجر لا يمكن تصوره. وفي الواقع أعلن القرآن الكريم أن من يفعل ذلك ينجو من عذاب القيامة وينعم بالجنة. سورة الإنسان 76 الآيات 8 إلى 12: جو يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، يقوله: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إن نخاف من ربنا يوما عصيبا يفوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسعادة وسيجزيهم بما صبروا جنة وحريرا. والله تعالى يعطي الناس على قدر أعمالهم. على سبيل المثال يذكر القرآن الكريم أنه إذا ذكر الله تعالى فإنه سيذكره. سورة البقرة
الآية 152: فاذكروني سأتذكركم. وإطعام الآخرين وجها لوجه الله تعالى هو نفسه. من عمل هذا العمل الصالح إطعامه من الجنة طعاماً، ومن سقى غيره سقيه من الجنة يوم القيامة. وثبت ذلك في حديث جامع الترمذي برقم 2449. ولما سئل عن أفضل الإسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث موجود في صحيح البخاري برقم 6236 أن إطعام الطعام والتحية بحسن الكلام من أفضل خصال الإسلام، وينبغي للمسلمين أن يضعوا في مقدمة أولوياتهم العمل على هذا العمل الصالح والسعي لإطعام الآخرين وخاصة الفقراء بشكل منتظم. وهذا عمل عجيب لا يحتاج إلى ثروة كبيرة، وينبغي لكل إنسان أن يطعم غيره على قدر طاقته ولو بنصف تمرة، كما أوصى النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في حديث موجود في صحيح البخاري برقم 1417 أن ذلك يحميهم من ذلك نار جهنم يوم القيامة. وهذا لا يترك للناس عذراً في ترك هذا العمل الصالح. سكن المساجد: الإجراء الثاني الذي يمحو الصغائر المذكورة في الحديث الأساسي هو البقاء في المسجد بعد انتهاء صلاة الجماعة، والكل يعلم أجر من جاهد في الجهاد. ومن بقي في المسجد بعد صلاة الجماعة في انتظار الصلاة الأخرى فهو من المجاهدين. وهذا ما ينصح به في حديث موجود في جامع الترمذي برقم 51. وعلى من بقي في المسجد أن يحافظ على آدابه، ويجب عليهم الاشتغال بالأعمال الصالحة مثل تلاوة القرآن الكريم وتجنب إزعاج الآخرين. ومن بقي في المسجد يقرأ القرآن الكريم ويدرسه مع الآخرين رزقه السكينة والرحمة وصحبة الملائكة وخير ما ذكره الله تعالى لملائكة في السماء. ويؤكد ذلك حديث موجود في صحيح مسلم برقم 6853. وكما ذكرنا في الفصل الأخير فإن من ينتظر صلاة الجماعة يكتب كمصل. وهذا ما يؤكده حديث في صحيح البخاري برقم 2119. ومن كان قلبه معلقاً بالمساجد هكذا فقد وعد بظل من حر يوم القيامة. وقد جاء ذلك في حديث موجود في صحيح البخاري برقم 6806. قد يكون البقاء في المساجد أمراً صعباً خاصة في هذا اليوم وهذا العصر، حيث يوجد الكثير من وسائل التشتيت المختلفة المتاحة بسهولة. وهذا الفعل يتعارض مع رغبات المرء في الانضمام والمشاركة في هذه الأنشطة، ولهذا السبب يكون أجر هذا العمل عظيماً. سورة 24 النور، الآيات من 36 إلى 37: تلك المنافذ في بيوت، أي المساجد، أمر الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، أي يحمد، يسبحونه فيهم في الصباح والمساء. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة. خطاب لطيف. الإجراء التالي الموصى به في الحديث الرئيسي والذي يرفع رتبة المسلم هو الكلام الطيب، وقد ذكر الله تعالى أهمية ذلك في أكثر من موضع في القرآن الكريم. على سبيل المثال سورة البقرة الآية 83: وقولوا للناس خيراً. بل إن الله تعالى أمر المسلمين بمناظرة غير المسلمين بالألفاظ الطيبة. سورة النحل الآية 125: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ومن الصفات المهمة أن الله تعالى أمر أنبيائه عليهم السلام أن يحسنوا القول مع فرعون مع أنه تجاوز كل الحدود في معصيته. سورة 20 طه الآية 44: وقولوا له قولاً ليناً لعله يتذكر أو يخشى. وهذا يوضح بوضوح أنه يجب على المرء دائماً أن يتحدث بلطف مع الآخرين، حيث لن يكون أي شخص يتحدث إليه سيئاً مثل فرعون. فإذا أمر الله تعالى أن يحسن الكلام إلى فرعون، فهل يتصور المرء كيف ينبغي أن يلطف الناس بالمسلمين؟ وهذا يثبت أيضاً أنه يجب على المرء أن يتحدث بلطف مع الجميع بغض النظر عن عقيدتهم. ينبغي للمرء أن يتبنى نصيحة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم البسيطة والعميقة،
والتي وردت في حديث موجود في صحيح مسلم رقم 176، وقد نصح المسلمين إما أن يقولوا خيراً أو يصمتوا. ومن حسن الكلام نشر تحية الإسلام بين الناس، وينبغي أن تصل هذه التحية إلى جميع المسلمين حتى لو لم يعرفهم أحد، وقد نص على ذلك في حديث موجود في صحيح البخاري برقم 6236. وفي الواقع يذكر هذا الحديث أن هذا العمل من أفضل الأخلاق الإسلامية التي يمكن للمرء أن يتحلى بها. وقد بين النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الموجود في سنن ابن ماجه برقم 68 أن المؤمنين لا يدخلون الجنة إلا إذا تحبوا، ويكون ذلك عند إلقاء السلام فيما بينهم. ومن المهم أن نلاحظ أن المعنى الحقيقي لنشر التحية الإسلامية للسلام هو إظهار السلام للآخرين من خلال أفعالهم وليس فقط من خلال أقوالهم. إن إطعام الآخرين والتكلم الطيب قد تم جمعهما معا في الحديث الرئيسي قيد البحث، حيث يجب على المرء أن يعامل الآخرين بلطف من خلال أفعالهم مثل إطعامهم وكلامهم. أحدهما دون الآخر معيب، وقد يلغي المكافأة التي يمكن للمرء الحصول عليها. سورة البقرة الآية 264: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وقد وعد الله تعالى المغفرة والمحبة والجنة لمن أحسنوا إلى الآخرين بأفعالهم وأقوالهم. سورة آل عمران الآيات من 133 إلى 134: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، يا الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وكظم الغضب والعفو عن الآخرين المذكورين في هذه الآية يتطلب الكلام الطيب. إن الكلام اللطيف يكون دائماً أكثر تأثيراً في قلوب الآخرين، خاصة عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الكلام القاسي. وقد دل على ذلك حديث موجود في سنن أبي داود برقم 4807، وكان هذا الكلام الطيب والموقف هو الذي جعل الصحابة رضي الله عنهم ينجذبون باستمرار إلى النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. وهي صفة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم الله تعالى أبرزها القرآن الكريم بشكل خاص. سورة آل عمران الآية 159: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كانت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولذلك فمن الضروري أن يتحلى المسلمون بهذه الصفة، وأن يعاملوا الآخرين كما يريدون أن يعاملوا من خلال أفعالهم وأقوالهم. رفع الرتب الحديث الرئيسي قيد المناقشة ينصح أيضاً بثلاثة أفعال ترفع مرتبة المسلم، وهي إطعام الطعام للآخرين وخاصة الفقراء، والقول الطيب للآخرين، وإقامة صلاة الليل. ومن يقوم بهذه الأعمال في سبيل الله تعالى يرزق في الجنة غرفة خاصة جميلة. وقد جاء ذلك في حديث موجود في جامع الترمذي برقم 2527، وهذه من أولى الأعمال التي نصح بها الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم عندما وصل المدينة المنورة، وبشر من فعلها بالجنة. وهذا ما يؤكده حديث موجود في جامع الترمذي برقم 2485. وحقيقة أن هذه كانت الأعمال الأولى التي نصح بها النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم عندما دخل المدينة المنورة، تبرز مدى أهميتها. صلاة الجماعة إن الفعل الأول المذكور في الحديث الرئيسي محل البحث، والذي يمحو الصغائر، وهو كثرة الخطى نحو المساجد لأداء صلاة الجماعة، قد ورد في أحاديث كثيرة. على سبيل المثال حديث موجود في صحيح البخاري رقم 2119 ينصح أن من توضأ في بيته وخرج إلى المسجد ليصلي الجماعة غفر له ذنبه أو رفعت درجته بكل خطوة يخطوها درجة، ولا تزال الملائكة تستغفر لهم ما داموا في المسجد دون أن يحدثوا ويمتنعوا عن الأذى للآخرين. وأخيراً سيتم كتابتهم كمصلين ما داموا ينتظرون بدء صلاة الجماعة. وهذا الحديث نفسه ينصح بأن صلاة الجماعة لها أجر أكبر ب25 مرة من أدائها في البيت أو العمل.
وفي حديث في صحيح البخاري برقم 2891 أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بأن كل خطوة يخطوها إلى صلاة الجماعة في المسجد تكون له صدقة. وقد بشر النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم بالنور التام يوم القيامة للمشاة إلى المساجد للصلاة الجماعة في الظلم، وهذا يشير إلى صلاة الصباح والمساء الفريضة. وثبت هذا الحديث في سنن ابن ماجه برقم 780. ولصلاة الجماعة أهمية كبيرة، حتى أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين كانوا يعتبرون من لا يحضرها بانتظام من غير عذر منافقاً. ويؤكد ذلك حديث موجود في سنن النسائي برقم 850. صلاة الليل التطوع آخر عمل مذكور في الحديث الأساسي يرفع رتبة المسلم هو صلاة الليل تطوعاً. وقيام الليل يدل على إخلاص العبد لله تعالى حيث لا تراه عيون، وتقديمها وسيلة لمحادثة حميمة مع الله تعالى، وهي علامة العبودية له، ولها فضائل لا تعد ولا تحصى، منها حديث في سنن النسائي برقم 1614 يفيد أنها أفضل صلاة التطوع. ليس لأحد منزلة يوم القيامة ولا في الجنة أعلى من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد ارتبطت هذه المرتبة مباشرة بقيام الليل. وهذا يدل على أن من أقام قيام الليل تطوعاً ينال أعلى الدرجات في العالمين. سورة الإسراء الآية 79. ومن جزء من الليل فصل به، أي قراءة القرآن نافلة لك، عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً. والحديث الموجود في جامع الترمذي برقم 3579 يفيد أن المسلم أقرب إلى الله تعالى في آخر الليل، ولذلك يمكن للإنسان أن يحصل على نعم لا تعد ولا تحصى إذا ذكر الله تعالى في هذا الوقت. يرغب جميع المسلمين في الاستجابة لدعائهم وتلبية احتياجاتهم، ولذلك ينبغي عليهم أن يجتهدوا في قيام الليل تطوعاً. فقد جاء في الحديث الوارد في صحيح مسلم برقم 1770 أن في كل ليلة ساعة خاصة يستجاب فيها الدعاء الصالح. إن إقامة صلاة الليل وسيلة ممتازة لمنع ارتكاب المعاصي، وتساعد الإنسان على الابتعاد عن التجمعات الاجتماعية التي لا معنى لها، وتحمي الإنسان من العديد من الأمراض الجسدية. وقد جاء ذلك في حديث موجود في جامع الترمذي برقم 3549. وينبغي الاستعداد لصلاة الليل بعدم الإفراط في الأكل والشرب خاصة قبل النوم، فإن ذلك يورث الكسل. لا ينبغي للمرء أن يتعب نفسه دون داع خلال النهار. قيلولة قصيرة خلال النهار يمكن أن تساعد في هذا. وأخيراً ينبغي للمرء أن يجتنب المعاصي ويجتهد في طاعة الله تعالى بتنفيذ أوامره والاجتناب عن نواهيه ومواجهة القدر بالصبر، فإن قيام الليل أسهل على المطيعين.